في سورة هود الآيات 105 و106 و107 قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. والسؤال: ما هو تفسير تلك الآيات وتفسير الاستثناءات فيها؟ جزاكم الله خيرا، إذ أنها وردت في أصحاب النار وأصحاب الجنة. وإذا علمنا أن المؤمن العاصي قد يعاقب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فما هو الاستثناء الوارد في أصحاب الجنة؟ هل هناك من يخرج من الجنة ويدخل النار؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهاتان آيتان عظيمتان فيهما موعظة للمؤمنين. والله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد. فالآية تدل على خلود أهل النار فيها خلودا مؤبدا، وهذا في حق الكفار والمشركين. وأما من دخلها من المؤمنين بذنوبهم وكبائرهم فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. وهذا هو مرجع الاستثناء والله أعلم. إلا ما شاء ربك، يعني لأهل الإيمان الذين دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون إذا طهروا وهذبوا أخرجوا فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة. يخرجون من النار كالفحم محترقين ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، تنبت أجسامهم وتتكامل ثم يؤذن لهم لدخول الجنة. وكذلك في قوله تعالى: وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا فيه خلود أهل الجنة في الجنة، وأنهم لا يخرجون منها أبدا، وأنها دائمة وباقية أبد الآباد، وأهلها باقون فيها أبد الآباد، لا يموتون ولا يهرمون ولا يسقمون ولا يخافون، بل هم في سرور دائم وعيش رغد دائم لا ينقطع ولا يزول. وقوله إلا ما شاء ربك، هذا والله أعلم في حق أهل الكبائر الذين يتخلفون عن دخولها في أول الأمر ويدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فالاستثناء والله أعلم راجع إلى هؤلاء. نعم.